قبرت. معانا الفنانة درة من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، منورانا يا درة في بابارازي. ميرسي. متألقة كالعادة وشياكة ما بعدها شياكة في الختام ما شاء الله. شكرا، ربنا يخليكي. كنت عايزة أسأل عن مشاركتك معانا في المهرجان السنة دي في الدورة 37. مشاركتي زي ما انتوا شفتوا كعضوة في لجنة تحكيم سينما الغد، هي سينما الشباب، الأفلام القصيرة دولية من العالم كله. كان في أفلام ممتازة الحقيقة شفناها، وكنت مع زميلي النجم آسر ياسين والمخرج دكتور أحمد ماهر، فاستمتعنا بمشاهدتنا ل30 فيلم واخترنا منهم الأفضل. يعني الجديد عند درة؟ الجديد عندي أنا بصور فيلم كذبة كل يوم مع المخرج خالد الحلفاوي، بطولة عمرو يوسف وشيرين رضا ودينا شربيني وأستاذ فاروق الفيشاوي ومحمد ممدوح، وكمان هدخل قريب فيلم مولانا مع عمرو سعد وإخراج مجدي أحمد علي. في حاجة منهم متوقع إن يتشارك في مهرجان؟ لا لسه مش عارفين، احنا لسه هنصور. الفستان من عند مين يا دور؟ مولانا يعني طبعا، لأنه رواية مهمة لإبراهيم عيسى. والفستان بالنسبة للفستان هو المصمم اللبناني موشور. نورينا. ميرسي حبيبتي. أقوى موقع فني في مصر.